شافوا أخذوا إحداثيات الأعماق المختلفة من الشط اللي حوالين كل البحيرة بأعماق مختلفة، عرفنا الأعماق، عرفنا إيه الآليات، عرفنا نقدر كمان إيه أنواع السمك اللي هنربيها. زي ما السيد الوزير قال، الدايفرسيتي والتعدد هو عادة هو الحياة. فعشان كده يمكن إحنا هيبقى يتم فيها استزراع نوعين من أنواع البلطي، البلطي العادي والبلطي الأحمر، وهيبقى فيها كمان العائلة البورية، فيبقى في تنوع في المكان. زي ما حضراتكم شايفين الإحداثيات اللي اتاخدت والأعماق اللي اختلفت، اللي تدلنا بعد كده الصورة الواضحة للأعماق على أساس إحنا هنستغلها إيه من الفحوصات ومن الدراسات اللي تمت. فهي هنستخدمها كمرفق في هذا المكان، نضع فيه الزريعة ويكون فيه سمك، وفرصة للناس خاصة إن سيادة الوزير المحافظ هيستغل هذا المكان كمكان ترفيهي ومكان متنفس ل يعني أولاد الأليوبية. فهم ممكن يبقى هنا فيه الصيد، الصيد من خلال يعني ترفيه أكتر منه مراكب صيد، وممكن يبقى فيه كمان مطاعم ل يعني تناول الأسماك وخلافه بالظبط. فزي ما حضراتكم شايفين، فاحنا هنكون في زريعه، احنا هنرمي فيها نص مليون زريعه اصبعيات اكشولي كمان، يعني كمان ربيناها في الحضانات بتاعتنا ودي في المربى. وكمان احنا حطينا استراتيجيه كوزاره زراعه ان يكون فيها اقفال سمكيه عشان ازود الانتاجيه.